تتواصل فعاليات بطولة الجمهورية لتجديف الصالات الأرجومتر التي ينظمها مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، وأقيمت البطولة بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 ناديا من مختلف أنحاء الجمهورية. هذا ويولي الاتحاد مسابقات تجديف الصالات اهتماما كبيرا، خاصة بعد أن استطاع أن يتأهل لبطولة العالم لتجديف الصالات، لتصبح بذلك مصر أكبر دولة إفريقية لديها عدد متأهلين للبطولة. بطولة النهاردة دي بطولة الجمهورية بيشارك فيها أكثر من 450 لاعب، دول وصلوا هي للتصفيات اللي هي النهائية، وبتمثل طبعا ناشئين وسيدات ورجال وتحت 23 سنة. المنافسة قوية جدا، في أكثر من 12 نادي مشارك في هذه البطولة، ودي اللي هي يعني نهائي الموسم الرياضي بالنسبة للتجديف داخل الصالات. بطولة الجمهورية لتجديف الصالات بتعتبر من أقوى وأهم البطولات اللي بتتعمل على مستوى الجمهورية، نظرا لطبعا عدد المشاركة الكبير، بنتكلم في 450 لاعب، وإنه الأندية بتكون من مختلف أنحاء الجمهورية. البطولة تقريبا كده من أقوى بطولات الأرجومنتر اللي أنا دخلتها تقريبا، هي البطولة دي فعلا، يعني فعلا يعني كل واحد لازم ينافس عشان خاطر يستحق المركز الأول هو جابه. بصراحة منافسات كانت صعبة جدا النهاردة، يعني أنا 2000 متر نزلتها الحمد لله جت فيها مركز أول، كانت في روح وكان في عدد كبير من الناس في البطولة. كان سبق 2000 متر تمام، جبت الحمد لله أول، هو كان سبق تقيل حبتين، كان كلها شد وبتاع، بس الحمد لله يعني جبت أول. أنا بلعبها من وأنا عندي 12 سنة، المنافسة النهاردة كويسة، السباقات صعبة ومتنظمة كويس البطولة، وجبت الحمد لله أول في 2000 متر.